نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. إنجيل عشان النهاردة من إنجيل معلمنا مرقس. كلام موضوع مهم كلنا محتاجينه. موضوع يبدو بالنسبة لنا صعب لكن ما قدمناش حلول تانية. ده الطريق الوحيد اللي نقدر نكمل فيه مع ربنا. الإنجيل يبتدي ويقول فأجاب يسوع قال لهم ليكن لكم إيمان بالله. قال لهم خلي عندكم ربنا. بقول لهم إيه؟ خلي عندكم إيمان بربنا. طب انت ليه يا رب بتقول كده؟ يعني ليه بتقول كده؟ نرجع للحدث اللي قبل دوت. الحدث اللي قبل ده ان ربنا يسوع لو كل مجد كان ماشي فلقى تينة طلع فيها شجر ورق كتير حلوة ففكر ان فيها ثمر، فراح لحدها كده عشان يدور على ثمر فملقاش فيها ثمر فلعنها ومشي. وهم راجعين بصوا كده لو التينة اللي المسيح لعنها يبست. فراح بطرس قال له ايه؟ يا سيد انظر التينة التي لعنتها قد يبست. قال له شفت يا رب التينة اللي انت لعنتها يبست. فاجاب يسوع وقال له وليكن لكم ايمان بالله. يعني ايه؟ يعني ربنا عايز يقول له ببساطة كده يعني انت اقتنعت قوي لما انا قلت كلمة ولقيتها اتنفذت، او لانك شفت معجزة او شفت حدث فامنت. لا، ليكن لكم ايمان بالله. ربنا عاوز يطلب من الناس انها تؤمن بدون ما تشوف معجزات، لان الايمان هو الثقه. نقول كده قديس بطرس الرسول بولس الرسول الايه؟ الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. هو ده ايمانك، ان انت بتؤمن بشيء انت مش شايفه. يعني احنا مثلا كلنا بنؤمن ان او بنعترف او بنعرف ان الجو ده مليان فيروسات وميكروبات وجيرمز، صح؟ شايف حاجه من دول؟ لا. يعني حد على ايده كده بيبص يشوف فيه جيرمز على ايده ولا لا؟ محدش بيشوف كده، لكن انا متاكد ان ايدي عليها جيرمز رغم انها حاجه مش متشافه، بس انا مآمن. انا عارف. حد فينا بيشوف الهواء؟ ما بنشوفوش لكن عارفين وجوده. كذلك ايماننا. فربنا مش عايز يقول لنا ما تربطوش ايمانكم قوي بان لازم تشوف معجزه في حياتك. في معجزات كتير في حياتنا بتحصل بس احنا ما بناخدش بالنا منها. يعني اكبر معجزه في حياتنا ان احنا بنشوف جسد ربنا ودمه على المذبح كل يوم. المسيح بنفسه حاضر على المذبح كل يوم. مين فينا بياخد باله من كده؟ محدش. دي معجزه كبيره. كده الناس تقول لك ايه؟ نعيش دلوقتي ولا نعيش ايام المسيح؟ الناس تقول لك لا نعيش ايام المسيح. ليه؟ يقول لك عشان نشوف. تشوفوا ليه؟ ما المسيح عندك كل يوم على المذبح. ده بتاخده تتحد بيه، بيعيش فيك، تتحد بيه. وبعد كده ربنا يقول لهم ايه؟ وقال لهم ليكن لكم ايمان بالله، لاني الحق اقول لكم ان كل من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون له. احنا مشكلتنا او اللي بيحصل معنا ان احنا محتاجين نشوف معجزة علشان نثبت ايماننا، لكن ربنا بيقول لك العكس هو الصحيح. هو ده مش غلط ان انت تشوف معجزه في ايمانك يقوى، ده اوكي مش غلط، بس ربنا مش عايز يربط القصه كده. ربنا عايز يقول لك ان ايمانك هو اللي بيعمل المعجزه مش العكس. يعني ايمانك هو اللي بيخليك تعمل المعجزه، لكن احنا في وقت الايمان فيه ضعيف، فانا عايز معجزه عشان اقوي ايماني. ربنا بيقول لك لا، ده المفروض اللي يحصل العكس. المفروض انت بايمانك وعدم شكك تعمل معجزه. يعني ربنا يقول لو الجبل ده قلت له يتنقل من هنا يتنقل هنا وانت مش شاكك في كلامك وواثق هيتنقل. هي المعجزه بتاعت جبل المقطم. الجبل اتنقل ازاي؟ قديس سمعان الخراز كان واثق، وقف كده وقال لهم نقول كيرياليسون نصلي. فبداوا لما يصلوا الجبل بدا ايه؟ يتحرك. كل ما يصلوا يطلع الجبل ويتحرك وينزل، يتحرك وينزل. ليه؟ كانش عنده شك، كانش شاكك، كان متأكد ان اللي هو هيقوله هيتعمل. فربنا النهارده بيقول لك ايه؟ ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون. دي مش هنقدر نوصل لها الا بعلاقه معينه هنشوفها تحت. هنشوف عشان نوصل للمستوى ده نعمل ايه؟ في حاجه مهمه تحت لازم نعملها، لو ما عملتهاش مش هينفع تعمل دوت.
مش هينفع نعمل ده. طب تعالوا نشوف موضوع الجبل ده عشان نقف عنده شوية. في ناس شافت الجبل ده برؤيتين مختلفتين. أول حاجة في بعض الناس اللي بتدرس الكتاب المقدس قالوا إن الجبل المتحرك ده رمز إلى كل ما هو صعب في حياتك. في ناس تقول لك واحد عنده مشكلة يعني ركزة كده علي عاملة زي الجبل كده تقل في حمل مش عارف أحركه. فربنا النهارده يقول لك لو ما شكتش في قلبك ومآمن إن ربنا يقدر يحرك الجبل اللي جواك دوت يقدر يحركه. عندك مشكلة كبيرة جبل كبير بس لو أنت قادر من جواك وعارف إن ربنا يقدر يحركها ومش شاكك ربنا يحركه. لأن كتير قوي في حياتنا بنبقى مأمنين ربنا يقدر يعمل كل حاجة بس أنا شاكك. ساعتها تيجي مشكلة أقول لك مستحيل. إيه مفيش ربنا؟ يقول لك آه مفيش مستحيل على ربنا بس الموضوع صعب قوي. منين ربنا مفيش مستحيل وموضوع صعب قوي؟ بقى أنت شاكك. الشك ده يخليك ما تاخدش اللي انت عايزه. يعني ساعات ربنا من حنيته يقول لك ايه طب انت مش شاكك طب انا هحل لك الموضوع ويتحل الموضوع. في الوقت الثاني نسيبه بقى لاي حاجه يقول لك اصل ده حظ اصل ده توفيق اصل ده مش عارف ايه اللي حصل اصل الظروف. ظروف ايه يا حبيبي؟ ربنا ما عندوش صدفه. ربنا الدنيا مش ماشيه معاه كده. الظروف اللي انت بتتكلم فيها دي ربنا هو اللي بيرتبها لك عشان توصل للنقطه دي. غيرك بيقعد سنين مستني. اللي فيطلب يقول للجبل انتقل من هنا لمن هنا ولا يشك في قلبه أن ما يقول يكون له. يا مجبال في حياتنا صعبة. اللي عنده مشكلة في شغله اللي عنده مشكلة في بيته اللي عنده مشكلة مع مراته اللي عنده مشكلة مع أولاده اللي عنده مشكلة فاينانشال فلوس اللي عنده خطية صعبة في حياته مش عارف يبطلها. في واحد يتكلم معاك يقول لك ابونا مفيش فايده. ليه يا ابني مفيش فايده؟ يقول لك ابونا انا كده كده رايح. رايح رايح فين؟ يقول لك رايح يا ابونا اكون رايح فين يعني رايح السما يعني رايح ايه يا ابني ده ليه كده؟ يقول لك ابونا انا مش عارف اتغير. ليه يا ابني؟ يقول لك هو انا كده مستحيل صعب في جبل في حياته. ده عمره ما هينال اللي هو عايزه. ليه؟ لانه شاكك. إذا كنت شاكك في مقدرتك ماشي لكن ما تشكش في رحمة ربنا. يعني أنت مش قادر ماشي ما كلنا مش قادرين ما كلنا ضعف لكن الشك أن ربنا يغيرك لا كده بقى في مشكلة. فده بالنسبة لموضوع الجبل. في ناس شافت الجبل ده بقى برؤية تانية خالص وتفسير كويس قوي. في ناس قالت أن الجبل اللي بينتقل بالإيمان ده مش بقول له أن أنت مآمن فالجبل ده بينتقل من مكان لمكان ينتقل من هنا وانطرح في البحر فينتقل. في ناس قالت ان الجبل ده اللي بينتقل بالايمان ده هو ربنا يسوع نفسه. ايه ده ازاي يعني ازاي نشبه ربنا يسوع بالجبل؟ تلاقوا في دانيال 2 في جمله كده تقول ايه جبل غير مقطوع بيدين. يعني دانيال شاف حته جبل كده اتقطعت من غير ما حد يقطعها. احنا مش جايين نقول فقول الايمان كده نور من نور اله حق من اله حق مفيش تدخل مفيش انسان. هو كده الجبل اللي مقطوع بغير يد إنسان ده هو المسيح نفسه اللي ينتقل من هنا لهنا اللي ينتقل من الأمة اليهودية لبحر الأمم علشان تصير ليه كنيسة يعيش فيها في وسط الأمم. فبالإيمان كمان المسيح ينتقل لنفسك الفاضية يهدي البحر اللي جواك. مش جوانا كده عواصف وحاجات مضايقانه وكده المسيح بيعامل زي الايه زي الصخر كده زي الجبل يتنقل جوه قلبك يهدي ايه البحر الايه اللي جواك. طيب كل ده كويس قوي نعمل ده ازاي بقى؟ يجي الآية بعد يقول ايه ومتى قمتم لتصلوا. يعني انت مش هتعرف تنقل الجبل ولا التقل اللي في حياتك ولا يبقى عندك ثقة ولا يحصل لك حاجة إلا لما تصلي. الصلاة هي مفتاح كل حاجة مفتاح كل البركات اللي في حياتنا. والشخص اللي بيصليش مفيش بركة في حياته ومش هيجيله بركة في حياته ولا هيشوفها. ليه؟ لأن ببساطة ما بيطلبهاش. أنا لما بقف في الصلاة بقف أعمل إيه؟ بقف أطلب من ربنا يا رب
انا عايز ابقى كويس يا رب، انا جوايا خطايا يا رب، انا مش كويس، عايز ابقى معاك، جسدي غالبني، افكاري تعباني، في شهوات بتضايقني، بطلب. فانا اقول لك ابونا ما بتغيرش، بتصلي يقول لك لا. طب هتتغير ازاي؟ زي واحد عيان بتاخد الدواء، لا. طب هتخف ازاي؟ طول ما مفيش بيننا صله، طول ما احنا ما بنتكلمش، يبقى في جفاء. ولما ربنا حتى يجي يتكلم معانا ما نسمعوش. اتمنى اقول لكم المثل ده، لما يكونوا اتنين اصحاب قوي قوي بيحبوا بعض، بيكلموا كل يوم بعض في التليفون. كان قبل ما يطلع بقى الايفونز والسيلفونز، كان زمان الواحد يرفع السماعه، الو مين؟ يقول لك انا فلان. ماشي اوكي، بتعرفه منين؟ من صوته. طول ما انت بتتكلم معاه او ما تسمع الو تعرفه. لكن لما تقعد فتره كبيره ما تسمعش صوته ويكونوا اصحاب قوي وقريبين قوي، يتصل يقول له الو ازيك يا فلان، يقول له اهلا مين معايا، يقول له مش عارفني، يقول لك لا مش عارف، طب اتكلم شويه كده يمكن اعرفك. يقعد يتكلم معاه، مش قادر يميز الصوت، مش قادر يعرف ليه ما بيتكلمش، مفيش صله. فبالتالي حياتك فاضيه، حياتك ما فيهاش نصر على الخطيه، حياتك ما فيهاش بركه، حياتك ما فيهاش رجاء، حياتك ما فيهاش فرح، مكتئب تملي، متضايق تملي، شيء طبيعي. حياتك ما فيهاش سلام، فيش هدوء، تتخانق على طول، مش طايق نفسك، مش طايق اللي حواليك، كل دي علامات قله صلاه. ليه؟ لان اللي يقعد يصلي مع ربنا ياخد من طباع ربنا. زي ما تكونوا اتنين اصحاب قوي، لما يقعدوا مع بعض كتير تلاقيهم يطبعوا على بعض. لو الاتنين اصحاب دول كويسين تلاقيهم يجوا الكنيسه مع بعض، حضروا الالحان، حضروا التسبيحه، حضروا عشيه، يتناولوا، يخدموا مع بعض، يقعدوا في اماكن كويسه مع بعض، يساعدوا اصحابهم. ليه؟ ماشيين في نفس السكه. فاحنا لما نقعد مع ربنا ناخد من طباعه، ناخد من سلام، وناخد من هدوء، وناخد من اتضاعه، وكل ما نقعد مع ربنا اكتر كل ما ناخد اكتر. لكن اللي ما بيقعدش مفيش. عشان كده الصلاه النبعه من القلب تنقل الجبل، تنقل الجبل اللي هو المسيح، تنقله لجواك، ولما يخش جواك يديك هدوء وسلام. طيب يبقى احنا عرفنا عشان ننقل الجبل لازم نصلي. طب وعشان نصلي بقى، عشان تبقى الصلاة قوية وفعالة، ليها شرط. يقول ايه؟ ومتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم. يعني عشان صلاتك تبقى مستجابة وربنا يسمعها وتبقى فعالة وتنقل بيها جبال وتعمل بيها معجزات، لازم تسامح أخوك. لو ما سامحتش أخوك ربنا ما يسمعهاش. دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا حطها لنا كده، هات وخد زي ما بنقول. هتغفر لأخوك هغفر لك، مش هتغفر لأخوك مش هغفر لك. طب ليه رب الزنقة دي؟ يقول لك هو كده لأن أخوك ده هو اللي أنت هتخش معاه السماء. فلو أنت متخاصم معاه تخش معاه السماء إزاي؟ إيه مش هتكلموا بعض في السماء؟ هتدوا ظهركم لظهر بعض؟ مفيش الكلام ده فوق. لا، ربنا يقول لك لا استنى بقى، لما تتصالحوا تبقوا تطلعوا مع بعض. لكن طول ما أنت مش متصالح ربنا ما يسمعكش. ليه؟ لأن أنت مش قادر تتصالح مع أخوك اللي أنت شايفه. فأنت هتتصالح إزاي مع الله اللي أنت لا تراه؟ يعني انت مش عارف تحب اخوك، هتحب ربنا ازاي؟ عشان كده كتاب القدس يقول لك ايه؟ لو انت قلت انت بتحب ربنا وبتكره اخوك تبقى انت كذاب. ليه؟ لان انت مش عارف تحب اخوك اللي انت شايفه، يعني بتحب الله اللي انت مش شايفه ازاي؟ اخوك ده على صوره الله. مهما كان متعب ومهما كان تعبك ومهما كان في حاجات مش كويسه، بس في الاول وفي الاخر اخوك. لازم تسامحه. دي شرط مهم لان الصلاه تكون مقبوله. علشان صلاتك يكون فيها استجابة لازم يكون فيها غفران للناس التانية، وعشان احنا كمان ننال الغفران لازم نغفر، لازم نسيب. ولما تسيب اللي عليك ربنا ايه؟ يسيب كمان اللي عليك. ما احنا علينا كتير، علينا كتير قوي. فربنا يقول لك ايه؟ انت قدامك حاجة واحدة بس، عشان الحاجات اللي عندك دي تروح لازم تغفر لاخوك، فاقوم انا كمان اغفر لك. رسول القديس كبريانيس يقول ايه؟ لم يعد هناك اي اساس للعذر. الناس تقول انا مش قادر اصالح اخويا،
يقولك مالكش أي أساس للعذر. عندما تدان بذات حكمك فتنال ما تفعله أنت. يعني زي ما أنت تصرفت وحكمت على أخوك بكده هتحكم عليك بنفس الحكم اللي أنت اخترته، لأن أنت اللي اخترت أنك تقاطع أخوك وما تتكلمش معاه. يجي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول إيه؟ يقول قول حلو تاني، يقول إيه؟ كيف أؤمن أنني أنال طلبتي؟ يعني يقول إزاي أبقى متأكد أو أؤمن أن أنا أنال طلبتي؟ بعدم سؤالي شيئا يضاد ما هو مستعد أن يهبه، أو سؤال شيء غير لائق بالملك. يعني يقولك لو كنت عاوز تطلب طلبة ربنا يسمعها منك لازم تطلب حاجة مش ضد اللي ربنا عايزه في حياتك. يعني ما ينفعش تقف تصلي ربنا يستر عليك وانت بتزور مثلا، يعني هيسمع لك ازاي؟ عارفين زي ما يكون راح يترح حرامي وراح يقول لك رب استر، هيستر ازاي يعني؟ يعني بأي أساس؟ فانت رايح تسرق، فاهم بالك ازاي؟ فأول شرط للطلب المقبول ان يكون حاجة ربنا موافق عليه، بتطلب شيء مش ضد إرادة ربنا في حياتك أو شيء غير لائق. في ناس بتطلب حاجات غير لائقة، واحد بيطلب حاجة مش كويسة، واحد بيطلب شر لأخوه، رب انتقم من فلان. يا ساتر يا رب، ربنا يسمع ازاي يعني؟ ايه ده يعني؟ ربنا يقول لك ايه يا ابنين انت بتقوله ده؟ ربنا انتقم من فلان، اصل ده مضايقني يا رب، مش عارف اعمل ايه في فلان. ربنا واقف يبص كده يقول لك ايه ده؟ ايه يا ابنين انت بتقوله ده؟ او شيء زمني، يعني بطلب شيء زمني، يا رب انا عايز بيت كبير، رب انا عايز عربيه حلوه، ربنا يبص يقول لك ايه ده؟ عارف زي ما يكون مثلا يعني واحد ايه، يعني رحت قدام مثلا ملك كبير ولا رئيس جمهورية كبير ولا كتلب طلب، تقول له ممكن انا عايز سندويتش، بص لك كده سندويتش ايه؟ انت جاي هنا تقول عايز سندويتش؟ سندويتش يا ابني اللي انت عايزه ده، ما تروح يا ابني اي محل تجيبه منه، انت جاي هنا في وقتي ده وقدامي في المكان ده عشان تقول لي انا عايز. احنا صعب نعمل كده من ربنا، ربنا عايز فلوس، ربنا عايز، انا عايز. ربنا واقف يبص كده يقول لك ايه ده؟ ايه يا ابني اللي بتطلبه ده؟ بل اطلب ايه بقى؟ بل اطلب البركات الروحية كلها. يعني مين فينا بيطلب ربنا يقول له رب اديني حكمة؟ مين رب بيطلب يقول له اديني صبر؟ مين بيطلب رب اديني تواضع؟ مين بيطلب رب اديني محبة؟ قليل قوي. لكن لست الطلبات اللي موجودة، يا رب عايزين فلوس، يا رب العيال، يا رب مش عارف ايه، يا رب ايه، ربنا يقف كده يقول لك طب وبعدين يا ابني؟ لما انت دماغك كلها في الارض بتعمل ايه فوق؟ يعني انت عملت تظبط نفسك في الارض ماشي، بس انا هديك دوت لو انت طلبت فوق، اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ما انا عارف ان كل الامم بتطلب دوت، انا هديهولك، بس انت ركز في المهم، ركز في السماء. بل اطلب البركات الروحية كلها، وايضا ان كنت اقترب اليه بدون غضب وبأيدي طاهرة، أيدي مقدسة، أيدي تستخدم في العطاء المقدس، اقترب إليه هكذا فتنال طلبتك دون شك. يعني إيه اقترب إليه بدون غضب؟ يعني ما تكونش غضبان من حد، ما تكونش مخاصم حد، ما تكونش تاعب حد، ما تكونش فيه غضب. إيدك تبقى طاهرة، إيدك مقدسة. يعني إيدك طاهرة؟ يعني ما بتعملش أعمال مش كويسة، ما بتأذيش حد، بتعمل خير. ايدك مقدسه يعني مكرسه. يعني مكرسه يعني ايدك دي لما اتعمدت ابونا دهنها بالميرون. يعني ايه دهنها بالميرون؟ يعني ختمها. يعني ايه؟ يعني دي ايد ربنا، ايدك دي بقت زي ايد ربنا، دي بتاعت ايد ربنا، بتاعته، دفع ثمنها دمه، بتعمل بيها ايه؟ مش كده بولس الرسول ايه اقول لك؟ اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ايه؟ تعمل بيها نجاسه، تعمل بيها حاجات وحشه، تعمل بيها خطيه، يقول لك حاشا. كل ده ينطبق على اي حاجه في جسمك بقى. فعشان كده ايدك ايه؟ ايدك دي مقدسه، ايدك دي مكرسه، ايد تستخدم في العطاء المقدس، بتدي بيها، بتعطي بيها، مش شرط تدي بيها فلوس، لكن ممكن تدي بيها حاجات تانية كتير. اقترب اليها كذا فتنال طلبتك دون شك. اللي هيقرب من ربنا في الصوره دي هياخد اللي هو عايزه. اخد اللي انا عايزه ازاي؟ ان انا اقف قدام ربنا وانا مش مخاصم حد، واطلب طلب روحي وما يكونش في حاجه غلط في حياتي، او بحاول ابقى كويس. ربنا يقول لك بس خلاص، عاوز ايه؟
في ناس كده مجرد ما تقول لربنا ربنا ما يتنلهاش كلمة. في ناس وصلت لعلاقتها بربنا ربنا يقول له يا رب أنا عايز كذا، ربنا يقول له حاضر اللي أنت عايزه أعمله لك. لكن حساعد نقعد سنين نطلب طلبة ربنا تلاقيه عمال يعمل لك كده، إيه يا رب مش هيقول لك تطلب غلط، ليه بطلب غلط لك تطلب تأذي أخوك، تطلبي تأذي جوزك أو تطلب تأذي مراتك أو بتطلب تأذي عيالك، ممكن بتطلب طلب يأذي بيتك وانت مش واخد بالك. ربنا يقول لك لا، افضل اطلب من هنا لحد الظهر الآتي، مش هعمل لك اللي انت عايزه ده. وساعات الناس تاخد موقف من ربنا وتتضايق، وانا انت ليه ما بتعمليش اللي انا عايزه؟ ربنا يقول لك عشان اللي انت عايزه دوت في شر ليك ولبيتك واصحابك واهلك واللي حواليك، هديهولك ليه؟ ليه اديهولك؟ اللي عاوز ينقل الجبل لازم يصلي، واللي عشان تبقى صلاته مقبوله لازم يغفر. هو الترتيب كده، اللي بيعمل معجزات هو اللي بيصلي هو اللي بيغفر. اي حلقه من دول ناقصه ما تكملش الموضوع. ومش لازم معجزه يعني تنقل الجبل، لا، المعجزه انك تنقل الجبل اللي جواك او تنقل المسيح جواك، هي دي المعجزة. كل سنة وانتم طيبين. يوم الاثنين أول يوم الصيام الكبير. الصوم الكبير فرصة كويسة جدا 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 إن الواحد يهدى كده مع نفسه ويقعد ويراجع نفسه، يشوف إيه الغلط اللي في حياته، شوف إيه الأهداف الروحية اللي عايز يكتسبها، شوف هو عاوز يعمل إيه في حياته. لازم تقعد مع نفسك وتقول أنا عايز أغير إيه في حياتي. عندي 8 أسابيع. انت عشان تكتسب عادة محتاج 55 يوم عشان تعمل اي عادة في حياتك، او ساعات يقولوا 40 يوم عشان اكون 40 يوم تكون عادة. اذا كانت عادة كويسة ولا عادة وحشة، فاحنا الصيام 55 يوم. نقدر اللي مش قادر يصلي يعود نفسه على الصلاة، اللي مش قادر يقرأ كتاب مقدس يعود نفسه على كتاب مقدس، اللي فيه خطية معانا في حياته يكرس لها وقت يشتغل عليها. ربنا يدينا كلنا ان احنا نستغل فترة الصوم ديت وتكون فترة كويسة ناخد فيها شحنة روحية نعيش بها بقية السنة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبدان.